غيب الموت اليوم الاثنين المطرب والملحن المصري محمد سعد متأثرا بإصابته منذ نحو شهر بفيروس كورونا المستجد. ونشر الفنان المصري حماده هلال عبر صفحته على فيسبوك صورة المطرب والملحن الراحل، وعلق حماده هلال على الصورة بالقول: الله يرحمك ويحسن إليك ويجعل صبرك على المرض في ميزان حسناتك إن شاء الله. أخي وصديقي الملحن محمد سعد، أسألكم الدعاء. ونعى الشاعر الغنائي المصري فوزي إبراهيم عبر صفحته على موقع فيسبوك صديقه محمد سعد، وقال الشاعر فوزي إبراهيم وهو أمين صندوق جمعية الملحنين والمؤلفين: أن أسوأ خبر ممكن أكتبه هو وفاة الملحن محمد سعد اليوم. وتابع قائلا: محمد سعد بالنسبة لي شريك نجاح مهم، محمد قدر يتعايش مع سرطان الدم سنين لكن ما قدرش يتعايش مع الكورونا اللي هجمت على جسمه الهزيل من شهر واحد. الله يرحمك يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون. كما نعى المخرج عمر حفيظ خاله الراحل قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون. توفي إلى رحمة الله تعالى خال الملحن محمد سعد. وتابع عمر حفيظ عبر صفحته على موقع فيسبوك: أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، ولا أراكم الله مكروها في عزيز وغالي لكم، اللهم أمين. يشار إلى أن من أشهر الأغاني التي لحنها الراحل محمد سعد أغنية قلتني كده وأخصمك للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وكذلك أغنية سيد الغاليين للمطرب راغب علامة. وكان من ضمن الأعمال التي قدمها محمد سعد خلال الأعوام الماضية تلحينه لأغنية جننتيني للفنان محمد شاهين. وكان الراحل يعاني منذ مدة من مرض سرطان الدم، إلا أنه كان يتعايش معه مستكملا مسيرته الفنية.